بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت والسلع العالمية، والبداية بأبرز العناوين. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية نهاية تعاملات اليوم. الرئيس السيسي يدعو لتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ومحمد بن زايد يؤيد الدعوة. أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة بلغت 2.37% ليغلق عند مستوى 11443 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 0.81% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة بيراميدز الفنادق والقرى السياحية بنسبة 19.96% ليغلق عند 39 جنيها فاصل 25. يليه سهم شركة المصرية لخدمات النقل بنسبة 8.25% ليغلق عند جنيهين فاصل 23. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 6.74% ليغلق عند 23 جنيها فاصل 60. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية بنسبة 8% يغلق عند 15 قرشا. على جانب آخر، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة المناخ كوب 27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على أن الأزمة ألقت بظلالها على العالم أجمع، سيما الاقتصاديات غير القوية. من جانبه، أيد الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة دعوة الرئيس السيسي قائلا إن العالم يحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب. وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات ستركز خلال قمة المناخ المقبلة كوب 28 التي ستستضيفها دبي العام المقبل على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ. وأكد بن زايد التزام بلاده بضمان أمن الطاقة مع خفض الانبعاثات، قائلا دولة الإمارات تعد مزودا مسؤولا للطاقة وستستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز، وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات. وننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة 1.14% عند مستوى 10574 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 593 مليون. ومن أصل 60 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة بينما انخفضت أسهم 22 شركة وبقي 9 شركات على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 15% يغلق عند درهمين فاصل 53. بينما ارتفع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 10% فاصل 45 يغلق عند 0.48 درهم. كما أغلق سهم أبو ظبي الوطنية للفنادق مرتفعا بنسبة 6% فاصل 7 ليغلق عند 4.14 دراهم. بينما انخفض سهم شركة بنك الشارقة بنسبة 7.41% ليغلق عند 0.50 درهم.
أما في سوق دبي المالية فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة بلغت 0.84% عند مستوى 3378 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 436 مليون درهما. ومن أصل 34 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسهم 8 شركات وبقيت 4 شركات على ثبات. وارتفع سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.34% ليغلق عند 0.13 درهم. كما ارتفع سهم شركة أملاك التمويل بنسبة 5.38% ليغلق عند 0.60 درهم. وأيضا ارتفع سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.71% ليغلق عند 0.79 درهم. بينما أغلق سهم شركة الفردوس القابضة منخفضا بنسبة 9.63% عند 0.12 درهم. وفي السياق ذاته انتهى اليوم الاثنين اكتتاب الأفراد في أسهم مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي إمباور، والذي بدأ يوم الاثنين 31 من أكتوبر الماضي. وكانت إمباور قد طرحت 1 مليار سهم للاكتتاب العام، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح مرتين إلى 2 مليارين سهم، ما يعادل 20% من إجمالي رأس مالها. وقد حدد النطاق السعري الخاص بالطرح العام بين 1.31 درهم ودرهم 0.33 للسهم الواحد. ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أستاذ أيمن، أستاذ أيمن برحب بحضرتك على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بداية أستاذ أيمن، يعني اللون الأخضر سيطر على البورصة المصرية وسط ارتفاع قياسي للمؤشر الرئيسي، ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة الجلسة بتاعت السوق المصري كانت جلسة إيجابية من الجلسات الإيجابية اللي أنهت فيها مؤشرات مجتمع باللون الأخضر بعد تباين كان بين المؤشرات خلال الجلسات القليلة الماضية. انتهت بصعود الرئيسي النهاردة وتراجع السبعيني. النهاردة اجتمعت المؤشرات في المنطقة الخضراء وطلعت بأداء أفضل وأكثر إيجابية عن المؤشر الرئيسي، وده من خلال يعني مش النهاردة بس، ده خلال الأسبوعين الماضيين. نعم. وبالتحديد بعد إعلان البنك المركزي المصري عن سياسة نقدية مرنة بما يعني تحرير نسبة لسعر الصرف وترك تسعير الجنيه لقوى العرض والطلب، واللي طبعا انعكس بالذات على أداء الأجانب اللي تحولوا للشراء بعد فترة أكثر من سنة من البيع على الأسهم المصرية. الأسهم القائدة كان ليها النصيب الأكبر في مشتريات الأجانب، لأن الأسبوع الأول بعد تحرير الصرف جه المؤشر الرئيسي ارتفع بأكثر من 5%. نعم. والسبعيني الأقل أداء طبعا بتحويل السيولة للأسهم القائدة ارتفع في الأسبوع التالي لرفع سعر الصرف ب7%. والأسبوع الماضي الرئيسي برضو ارتفع ب1.7% مع مرور معظم الأسهم بتاعته لجني أرباح، وأنهى السبعيني على تراجع ب1.25% خلال تداولات الأسبوع الماضي. النهارده بنلاقي المؤشر الرئيسي بيوني على ارتفاع اكتر من 2%، حوالي 2.4%، متجاوزا حاجز 11400 نقطة، ومنهيا عند أعلى نقطة له خلال 7 أشهر عند 11443 نقطة، وبقيم تداول مرتفعة نسبيا عن الجلسات الأخيرة بلغت حوالي 1.160 مليار جنيه، ومخطط سيولة للشراء 57%. نعم. وده بيعكس لنا برضو ان القوة العرض والطلب، يعني الطلب اكتر من العرض، واللي جه مدعوم بمشتريات اجنبية برضو. بلغ صافي شراء الاجانب النهاردة في السوق المصري 231 مليون جنيه، ومعهم المستثمرين العرب اللي بلغ صافي شرائهم برضو 74 مليون
جنيه، ده معزز بتقييم او باعاده تقييم الاسهم المصريه بالدولار. يعني النهارده بنلاقي الاجانب في جلسه النهارده مثلا بيمثلوا حوالي 20% من التداولات، كان الاجانب قبل كده بيمثلوش اكتر من 5% 4% من اجمالي التداولات. نعم. وليه؟ لان الاسهم المصريه بعد تقييمها بالدولار بالنسبه للاجانب وارتفاع القيمه الشرائيه في الاسهم المصريه بالدولار اصبحت اكثر جاذبيه لتحقيق هوامش ربح كبيره. ويعني عندنا التجار الدولي مثلا السهم المحبب للاجانب في السوق المصري والاكبر وزنا في المؤشر الرئيسي بيرتفع النهارده بحوالي 3.75% 4.25% متجاوزا حاجز ال 33 جنيه لاول مره بعد التوزيعات بتاعته للاسهم المجانيه. ارتفع من بدايه تحرير سعر الصرف او من اسبوعين بالظبط حوالي 14.5% خلال اسبوعين. وكذلك الحال على كثير من الاسهم القائده اللي ارتفعت بنسب متفاوته مع دخول سيوله عربيه واجنبيه فيها، واللي بنتوقع ليها ان هي يعني تستمر خلال الاسابيع القادمه باذن الله. نعم. بالنسبه للمؤشر السبعيني لازال على المستوى العام او مستوى السنه من بدايه يناير هو الافضل. لان المؤشر السبعيني كان سبق المؤشر الرئيسي قبل كده، كان على خساره سنويه ب 35%، قلص الخسائر بتاعته بتاعت العام، وبعد ما كان متراجع ل 35% النهارده ب 35% النهارده بيتداول في المنطقه الخضراء على المستوى العام بمكاسب حوالي 1.6%. الا ان الاداء الجيد للاسهم القائده خلال الاسبوعين اللي فاتوا نقدر نقول انه سحب البساط نسبيا من الاسهم الصغيره والمتوسطه اللي شهدت دوره صعود قويه خلال الاشهر الماضيه، وده هيكون بصوره مؤقته، واداء المؤشر الرئيسي اكيد سوف ينعكس على اسهم المؤشر السبعيني مع تنامي ثقه الافراد تدريجيا في السوق، ليستهدف المؤشر السبعيني ال 2300 نقطه على المدى القريب مع استقراره اعلى المستويات بتاعت النهارده 2230 نقطه اللي تجاوزها اليوم واغلق عليها عند 2237 نقطه. نعم. برضه في نقطه ايجابيه ان راس المال السوقي النهارده للمؤشر للاسهم المقيده في السوق المصري النهارده بترتفع وبتسجل 770 مليار جنيه بزياده 5 مليار عن بدايه العام، لان خسائر العام بتاعتها كانت تجاوزت ال 100 مليار ودلوقتي قلصتها وابتدت ان هي تتداول اعلى مستوى 765 مليار جنيه اللي بدات بها العام. عندنا القطاعات المهمه في السوق المصري القطاع العقاري، القطاع البنكي، شايفين النهارده القطاع البنكي رقم واحد في قيم التداولات طبعا بمركز التجار الدولي، واسهم العقارات اللي بيكون عليها استحواذات واعاده تقييم وتقييم الاراضي بتاعتها وبيع محافظ الاراضي بتاعتها بتقيم باسعار نعم كبيره نعم جدا مع حاله التضخم او نسب التضخم اللي احنا اللي موجوده دلوقتي بترفع من قيمه الاصول بتاع هذه الشركات، فشايفين ان في بيكون المستقبل القريب للقطاع البنكي والقطاع العقاري. قطاع الاتصالات احنا شايفين النهارده المصريه للاتصالات بترتفع لاول مره منذ ادراجها منذ اسبوع الادراج ترتفع لاول مره فوق ال 20 جنيه منذ حوالي اكثر من 15 سنه. فكذلك الحال كل الاسهم اللي احنا شايفينها راكده او بنشوفها مفيش عليها تداول كبير تباعا هنلاقي عليها نشاط لما يعاد تقييمها ونشوف فيها او بتكون جاذبه او محققه لارباح كبيره على المدى القريب باذن الله. نعم. استاذ ايمن هنتقل بحضرتك لنقطه اخرى هي تحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتيه التي سيطر عليها اللون الاخضر اليوم. ابدا مع حضرتك من بورصه ابو ظبي، ما تقييمك لجلسه اليوم وابرز ما جاء فيها من احداث؟ استاذ ايمن. بالنسبه لمؤشر فوتسي ابو ظبي طبعا اداؤه لازال هو الافضل. الو مع حضرتك تفضل. ايوه يا فندم. لازال اداؤه هو الافضل عن سوق دبي نسبيا يعني النهارده وعلى غير المتوقع، احنا كنا بنتوقع ان هيكون الاداء بتاعه يعني النهارده عرضي شويه او هيرجع يختبر منطقه ال 10400 نقطه، لانه استطاع ان هو يسجل مستوى قياسي جديد مع نهايه الجلسه اعلى مستوى ال 10500 نقطه. نعم. مع تداولات سجلت حوالي 1.6 مليار درهم، وكانت منطقه ال 10500 نقطه من المقاومات الصعبه للمؤشر اللي انه قدر يجتازها
النهارده بتفاعل السوق مع ايجابيات الاقتصاد الكلي لابو ظبي مع حجم الاستحواذات الكبيره والاستثمارات الداخليه والخارجيه للشركات المدرجه. كان النهارده يمكن على راس القطاعات اللي ساهمت في تجاوز المؤشر بتاع ابو ظبي المستوى ال 10500 نقطه القطاع الفندقي والسياحي بقياده المؤسسه الوطنيه للسياحه والفنادق اللي زي ما حضراتكم تفضلتوا في التقرير اللي ارتفعت باكثر من 15%، وبعض اسهم السياحه الاخرى زي ابو ظبي الوطنيه للفنادق اللي ارتفع باكثر من 7%، وده هنشوف ان في استطراد في الارتفاعات بتاعته هذا القطاع خلال الفتره القادمه مع ارتفاع نسب الاشغالات اللي بتسجل اكثر من 75% حاليا وتوقعات بتجاوزها ال 95% مع استضافه قطر للمونديال اللي هيكون لابو ظبي نصيب من اعداد المشجعين الكبير اللي هيكون موجود في هذا الحدث الرياضي العالمي. والقطاع البنكي برضو ايضا لسه بيلعب دور كبير في مؤشر فوتسي ابو ظبي بقياده بنك ابو ظبي الاول والامارات دبي الوطني. يعني قطاع البنوك ككل هو الداعم الاكبر اللي بيستمر دايما مع ايجابيات المؤشر فوتسي ابو ظبي. نعم، على ذكر سوق دبي استاذ ايمن، يمكن شاهدنا سوق دبي ايضا ارتفع، ما تحليل حضرتك؟ بالنسبه لسوق ابو ظبي، يعني هو سوق دبي. يعني هو يمكن كان في تاثير شويه على السوق بالنسبه للسيوله خلال الفتره الماضيه، هو اغلق النهارده على 3378 نقطه بارتفاع حوالي 8%، وقيم تداولات يعني تعتبر معقوله او متوسطه 437 مليون درهم، وده عززه ارتفاع اسهم كهرباء ومياه دبي ديوا وسهم ديار للتطوير، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات بحوالي 2.6 مليار درهم. يمكن سوق دبي كان متأثر في الفترة السابقة باكتتاب أسهم امباور اللي كان النهاردة آخر يوم لاكتتاب الأفراد فيه. نعم. وبلغ قيمة الاكتتاب بتاعه 6 مليار درهم، ده طبعا أثر تأثير سلبي على قيم السيولة اللي ممكن نلاقيها في بعض اللي هي يعني تراجعت خلال الجلسات الماضية لسوق دبي. ممكن نلاقي من بكرة هيكون في سيوله اكبر بعد انتهاء اكتتاب الافراد في امباور، لان سوق دبي طالع من مستوى دعم قوي 3300 نقطه وبيستهدف مستوى مقاومه حوالي 3400 نقطه مره اخرى 3420 نقطه، وممكن يستهدف بعد كده بزياده السيوله او قيم التداولات لمستوى 3480 لمستوى 3500 نقطه على المدى القريب. سوق دبي في حاجات كتير واعده، في القطاع البنكي، القطاع العقاري، يمكن شفنا بعض جني الارباح لهذين القطاعين خلال الفتره الماضيه، ولكن القوه بتاعت شركات هذين القطاعين ممكن نلاقي فيها باور يدعم المؤشر خلال الفتره القادمه باذن الله. المؤشر سوق ابو ظبي سوق دبي اضاف حوالي 40,000 حساب جديد خلال الفتره القليله الماضيه، وده هيكون من دواعم سيوله السوق اللي هتنعكس باداء ايجابي يؤهل السوق للوصول لتلك المستهدفات. نعم، يمكن تابعنا اليوم بدء فعاليات قمة المناخ ودعوة الرئيس السيسي للعالم أجمع بتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ما تأثير اتجاه الدول العظمى للاستثمار في الطاقة النظيفة وانعكاس ذلك على أسواق المال العربية، خاصة وأن دول الخليج تعتمد بالأساس على النفط؟ هو الدول العظمى بتستثمر في الطاقة النظيفة ليس من اليوم أو من السنة دي، يعني بقالها عدة سنوات بتستثمر في الطاقة النظيفة، وطبعا دول الخليج اللي بتعتمد في اقتصادياتها على النفط طبعا عارفة الكلام دوت، وابتدت إن هي تنوع من استثماراتها وتتجه لاستثمارات الطاقة النظيفة. يعني احنا على سبيل المثال وليس الحصر، مجموعة دي بي الإماراتية بتستثمر أو أعلنت عن استثمار 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة بهدف خفض انبعاثات الكربون. نعم. في مشروعات كتير زي كده تم الاعلان عنها في دول الخليج، في المملكه العربيه السعوديه وفي الامارات وفي الكويت وفي مصر. الاتجاه في مصر برضو للطاقه النظيفه كان من بدري، وعملنا المشروعات بتاعه الانتاج الهيدروجين الاخضر اللي بنستثمر فيه مليارات من الدولارات، وده يكون بتعاون مشترك ما بين دول الخليج ومصر خلال الفتره القادمه، مع تنوع مصادر الدخل بالنسبه لل دول الخليج، فمش هنلاقي في تأثير قوي
على البترول، وبالذات ان هم يعني اوبك بلس خفضت الانتاج بحوالي 2 مليون برميل يوميا، وما شفناش اي تاثير، بل بالعكس يعني يمكن سعر البترول ارتفع مره اخرى. فسعر البترول يعني هيفضل ما بين ال 85 دولار لل 95 دولار، ممكن يوصل لل 100 دولار خلال الفتره القادمه، ومش هيشوف تاثير كبير على اتجاه الطاقه النظيفه على استخدامات البترول. نشكر الأستاذ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي على مشاركته معنا. على مستوى السوق السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي التاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.67% عند مستوى 11598 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال. وجاء سهم شركة الحفر العربية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 23% ليغلق عند 123 ريالاً. تلا سهم شركة البنك العربية الوطني بنسبة 5.95% ليغلق عند 34 ريالاً فاصل 75. كما ارتفع سهم شركة البنك السعودي الفرنسي بنسبة 4.27% عند 44 ريالا، بينما تصدر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.84% عند 15 ريالا فاصل 48. أما في السوق الكويتي، فقد أغلق المؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا بنسبة 0.85% عند مستوى 8390 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون دينارا. وجاء سهم شركة الاستثمارات الوطنية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.87% يغلق عند 0.28 دينار. تلا سهم مشاريع الكويت القابضة بنسبة 2.50% ليغلق عند 0.12 دينار. تلا سهم شركة بنك الكويت الوطني بنسبة 1.79% يغلق عند دينار فاصل 13. بينما تصدر سهم شركة عقارات الكويت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغت 0.93% يغلق عند 0.10 دنانير. أما على مستوى السلع، فقد تباينت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وكذلك العملات الرقمية، وهبطت أسعار النفط بنسبة بلغت 0.80% يسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 97 دولارا فاصل 81 للبرميل الواحد. وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الخام، خاصة مع استمرار عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين. أما على مستوى المعادن النفيسة، فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، يرتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.15% عند 1680 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين تزامنا مع ارتفاع الدولار واتجاه تركيز المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع. وعلى صعيد العملات الرقمية، فقد تباينت أسعارها خلال تعاملات اليوم، وهبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 2.15% لتغلق عند مستوى 20774 دولارا. وانخفضت البيتكوين خلال تعاملات الاثنين مع استنزاف الدولار الأمريكي للارتفاع، مستفيدا من توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادات الفائدة حتى وإن كانت بوتيرة أضعف. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم ريهام الدويك، دمتم في أمان الله.